إلى الضفة الشمالية للمتوسط تتجه قوارب الموت هذه حاملة على متنها آلاف المهاجرين غير النظاميين والذين ارتفع عددهم إلى أرقام قياسية، فقد وصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء الماضيين على متن 199 مركبا، وذلك وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما رفع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري إلى قرابة 126 ألف مهاجر، وهو ما يمثل ضعف الأرقام المسجلة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ولأن تونس من أقرب الدول جغرافيا إلى إيطاليا التي تقع جزيرتها لامبيدوزا على بعد أقل من 150 كيلومترا من السواحل التونسية، فقد شهدت تدفقا متواصلا للمهاجرين غير النظاميين خاصة على منطقتي صفاقس والمهدية، وهو ما تطلب القيام بحملات أمنية مكثفة برا وبحرا وجوا نجحت في إحباط رحلات كانت على أهبة الإبحار بعشرات الأفارقة من جنوب الصحراء وإتلاف عشرة قوارب كانت معدة للغرض. كما تم فجر اليوم في إطار الحملة الأمنية واسعة النطاق التي تنفذها وحدات وزارة الداخلية منذ يومين بولاية صفاقس إخلاء ساحة رباط المدينة بمنطقة باب الجبل والنافورة الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الذين يتجمعون بالمكان منذ ما يزيد عن الشهرين. مجهودات قد تنجح في وقف سيول المهاجرين المتدفقين نحو إيطاليا في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية الإيطالية أن ذروة وصول المهاجرين إلى إيطاليا بحرا من تونس بلغت حدها هذه الأيام، فقد تجاوز عددهم 30 ألف خلال شهري أوت وسبتمبر الجاري، وهو رقم قياسي مطلق. دعا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في تخفيف الضغط عن إيطاليا والتحرك بشكل مشترك ببعثة بحرية إن لزم الأمر لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا. عملت الحكومة الإيطالية من خلال إشراك المفوضية الأوروبية على اتفاقية تعاون بين أوروبا وتونس تهدف إلى مكافحة التدفقات غير النظامية من جهة ودعم الاقتصاد التونسي من جهة أخرى، ولكن لسوء الحظ بين ما كانت إيطاليا وجزء من أوروبا يعملان على هذا الاتجاه، كان جزء آخر في أوروبا يتحرك في الاتجاه المعاكس. وجب الاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا على وقف المغادرة والتقييم لمن يحق له اللجوء، ولا تقبل أوروبا إلا أولئك الذين لديهم الحق وفقا للاتفاقيات الدولية. طلب أيدته فرنسا على لسان رئيسة وزرائها التي شددت على أن المرحلة الحالية تقتضي التضامن مع إيطاليا في ظل تزايد أعداد المهاجرين، فيما شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة مساعدة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بسبب مواردها المحدودة في استقبال الحشود الكبيرة من المهاجرين.